ولمناقشة التوترات بين أمريكا وإيران ومستجدات الملف النووي معنا من لندن المتخصص بالشأن الإيراني الأستاذ محمد المدحجي، مرحبا بك معنا. تحياتي لحضرتك والسادة المشاهدين الكرام. أهلا بك. بين التصعيد ودعوات التهدئة، لماذا يتناقض الموقف الإيراني في ذكرى مقتل سليماني؟ يعني إيران ترى نفسها في وضعية حرجة، خاصة على مقربة تصاعد الصراع في الولايات المتحدة حول نتائج الانتخابات الأمريكية بين رفض ترامب وإصرار الديمقراطيين على فوز بايدن. إيران ترى أنها ستكون ضحية هذا الصراع إن تصاعد الوضع في الولايات المتحدة، الذي من المتوقع أن يصل إلى مستوى صدامات داخل الولايات المتحدة. وفي حال وقوع هذه الصدامات، إيران ستتعرض إلى هجوم عسكري أمريكي بسبب الأزمة الداخلية الأمريكية، وهذا ما شاهدناه في الأزمات الأمريكية. الولايات المتحدة تذهب باتجاه تفعيل أزمة خارجية للتغطية على أزمتها الداخلية. ومن زاوية أخرى، إيران لا ترى أن الأوروبيون يريدون مساعدتها بشكل جدي، ولهذا السبب تصعد في ملفها النووي. نعم. ومن خلال التصعيد في الملف النووي تضغط على الأوروبيين حتى يساعدونها. نعم. يعني هذا فيما يتعلق لماذا التصعيد، يعني هل هذا التصعيد أيضا هو جزء من الاستعراضات في طهران وبيروت وبغداد وغيرها من المناطق؟ وهل يعني ذلك أن إيران عجزت عن تنفيذ ثأر لسليماني الذي توعدت به؟ يعني أولا، إيران لا تستطيع أن تأثر لسليماني من يعني بضرب الولايات المتحدة والمصالح الأمريكية. أولا هذا موضوع مفروغ منه، وإن كان بإمكانها أن تفعل ذلك لفعلته منذ عام. النقطة الأخرى، من يهدد لا يريد التنفيذ، ومن يريد أن ينفذ لا يهدد. فالتهديد هو للاستهلاك الداخلي ورفع معنويات المنهارة للميليشيات الإيرانية وكذلك البيت الداخلي الإيراني. وإيران تريد أن تغطي على فشلها الأمني الكبير وتدهور الوضع الميليشيات في العراق وفي سوريا وفي لبنان وحتى في اليمن بسبب العقوبات الأمريكية الصارمة التي قطعت أجنحة هذه الميليشيات وضعفتها بشكل كبير. فالآن تحاول من خلال التلويح ويعني إطلاق الشعارات هذه الفارغة بأنهم سينتقمون لسليماني، وبعدها لم يحصل شيء حتى يغطوا على هذا الفشل. هو ليس إلا التغطية على الفشل، وشعارات طهران معروفة، الموت لإسرائيل والموت لأمريكا، ونرى أنها لم تفعل شيئا اتجاه لا أمريكا ولا إسرائيل. لكن لماذا يعني عادت إيران لرفع مستوى تخصيب اليورانيوم في الآونة الأخيرة؟ هل تريد أن ترفع أو تقوي أوراقها للتفاوض مع الرئيس الأمريكي الجديد؟ يعني الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنا طبعا لا أرى أي احتمالية لأنه بايدن يتصدى منصب الرئاسة في الولايات المتحدة وترامب سيستمر لأربع سنوات أخرى في الإدارة الأمريكية. لا أرى أن دونالد ترامب يهمه الاتفاق النووي، وهو أصلا انسحب من الاتفاق النووي ولا يريد هذا الاتفاق من الأساس. إيران الآن تضغط على الأوروبيين، أي من تبقى في الاتفاق النووي، حتى تقول لهم بأنكم إذا تريدونني أن أبقى بالاتفاق النووي وأدعم هذا الاتفاق فساعدوني ضد ترامب. وترامب ذاهب باتجاه توجيه ضربة عسكرية لإيران ولأذرع إيران في العراق. ليس أنه لا يريد يصطدم مع إيران، الموضوع له علاقة بصراعه مع الصين. والآن مصر تعمل من خلال الأردن، تعمل على إكمال الجزء الأفريقي لمشروع الصيني العملاق المعروف باسم طريق الحرير الجديد. ومصر والأردن تدعمان إيران والميليشيات الإيرانية في العراق حتى يكتمل هذا الجزء، أي الجزء الأفريقي لطريق الحرير الجديد. وهذا يعني أن الولايات المتحدة ستخسر حوزات نفوذ كبيرة في المنطقة. ولمنع إكمال هذا الخط على الولايات المتحدة أن تقضي على النفوذ الإيراني، وبل تقضي على إيران أصلا. أقصد أنا أتحدث عن النظام الإيراني الذي الآن هو يعتبر حليف الصين. نعم.
طيب يعني هذا فيما لو فعلا ترامب بقي في البيت الأبيض، لكن في ناحية أخرى إذا كانت إيران تراهن على تغير الموقف الدولي منها، هل بالفعل هذا الرهان الإيراني صحيح؟ وهل سيكون لبايدن القادم يعني خلال أيام، ربما خلال أسابيع قليلة، يعني سيكون التعامل مع إيران بشكل مختلف؟ يعني بالحقيقة أنا لا أدري كيف أجيب على هذا السؤال. وبايدن لن يكون رئيسا للولايات المتحدة بالنسبة لإيران. أنت متأكد جدا أستاذ محمد؟ يعني فيما لو يعني كان بايدن رئيسا، نحن نحلل يعني موقفا سياسيا، فيما لو أصبح رئيسا للولايات المتحدة كيف ستصبح الأمور؟ إذا أصبح بايدن رئيسا للولايات المتحدة، إيران ستكون سيدة الخليج العربي، منطقة الغرب آسيا ومنطقة الخليج العربي بالكامل. نعم. طيب على كل الأحوال إذن يعني طب مستشار بايدن قال إن من الضروري التفاوض على البرنامج الصاروخي لإيران قبل الملف النووي، هذا تصريح من مستشار بايدن الذي من الممكن أن يكون رئيسا بطبيعة الحال. يعني احنا شاهدنا خلال فترة أوباما صعد إلى أبعد الحدود ضد إيران. نعم. وبعدها جلس وتوافق مع إيران ويسمى بالاتفاق النووي الذي يعطي إيران مفتاح إدارة ملف الطاقة في منطقة غرب آسيا وخاصة منطقة الخليج العربي. فأي تصعيد من هذا النوع إن حصل يعني أن هناك مفاوضات. أنا أتحدث عن التصعيد الكلامي وليس التصعيد العسكري وأساطيل وطائرات وهذا. يعني مثلا الآن بين الولايات المتحدة والصين لا يوجد تصعيد كلامي بل يوجد تصعيد عسكري، والولايات المتحدة أرسلت ثلثي القوة البحرية الأمريكية إلى بحر الصين. هذا يعني هناك تحضير لعمل وصدام، أنا لا أتحدث عن حرب. والآن في المنطقة، منطقة الخليج العربي، نرى نفس الشيء، هناك تصعيد كبير، لا نسمع كلام عالي من الطرفين، أنا أتحدث كلام عالي سياسي دبلوماسي، نحن نرى تصعيد بالأساطيل والطائرات والكلام العسكري. يعني هناك عمل على صدام في هذه المنطقة. فموضوع أنه والله هناك ملف صواريخ وتعالوا نتفاوض حول ملف الصواريخ، هذا يعني أنهم يريدون التوافق مع إيران والجلوس معها بحجة الصواريخ. نعم. وهذا يعني أن العمل العسكري مستبعد باعتقادك؟ يعني أنه لأنني أنا لا أرى أن بايدن سيفوز، واحتمال فوز بايدن هو أقل من 1%، فهذا الموضوع غير وارد. يعني نعم، لا أقصد في ظل إدارة ترامب. ترامب سيذهب لا محالة لضرب إيران، ليس لأنه يرى في إيران عدوا له، لأن الصين تستخدم إيران وأذرع إيران لإكمال مشروعها المسمى بطريق الحرير الجديد، وهو مشروع معروف للجميع ويسمى بالخطاب السياسي الرسمي حزام وطريق. رسميا هذا المشروع مطروح ومسجل حتى في الأمم المتحدة. الولايات المتحدة المتضرر الأكبر من إكمال هذا المشروع. فالولايات المتحدة إذا تريد تحافظ على مصالحها، أنا لا أتحدث لا عن العراق ولا عن إيران، أتحدث عن مصالح الولايات المتحدة في المنطقة، عليها أن تمنع الصين من الوصول إلى هذه المنطقة. والآن يبدو لا حل أمام الولايات المتحدة لإبعاد الصين عن هذه المنطقة إلا الذهاب باتجاه عمل عسكري. نعم، أشكرك الأستاذ محمد المذحجي المتخصص بالشأن الإيراني، كنت معنا عبر الخط الهاتفي من لندن.